تسيير المخاطر الكبرى لا يتم فقط بتدخل رجال المطافئ ورجال الحماية المدنية، ولكن كما قلت لابد أن نقوم بتسيير خطر الكوارث منذ نشأته إلى حين وقوع الكارثة، وهذا بالرجوع إلى العلم، بالرجوع إلى الاختبارات، بالرجوع إلى النماذج العددية منذ 2004، يعني منذ القانون، منذ قانون 024 إلى 2019 الجزائر يعني صرفت 545 مليار دولار، مليار دينار عفوا، 545 مليار دينار في التدخل فيما يخص ثلاث مخاطر اللي هي الفيضانات، الزلازل، والحرائق الغابات. وخطر الفيضان لوحده يمثل 374 مليار دينار، ما يقارب يعني بالتقريب 68% من يعني الخسائر الإجمالية، لو بي بي ار، لو بلان دو بريفونسيون دو ريسك. يعني كان من المفروض انه لكل خطر يكون مخطط دو بريفونسيون، والمخطط يتكون من اربع مراحل: مرحلة يعني القبلية، مرحلة الوقاية يعني الوقاية من الخطر، مرحلة التنبؤ إذا أمكن، لأن هناك مخاطر من الممكن أن نتنبأ بها يعني من قبل لتقليل من خطر الكارثة، وهناك المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التدخل يعني حين وقوع الكارثة، والمرحلة الأخيرة هي ما بعد وقوع الكارثة. من بين هذه المهام أنه نعمل في الميدان اختبارات يعني دي سيمولاسيون في محاكاة ريال يعني حقيقية، مثلا في شلف، في ولاية شلف في سبتمبر الماضي قمنا بمحاكاة الوقوع فيضان، وفي أكتوبر الماضي في بومرداس محاكاة زلزال، نعم وقوع زلزال، وهذا يعني سنويا لابد أن تدريبات يعني. نعم لاختبار، نعم لاختبار مدى جاهزية الأنظمة لمواجهة هذه المخاطر. القانون 04 يعني قانون يعني جميل جدا يعني، والحمد لله ان عندنا اطار قانوني يحدد ويعني، ولكن المشكل هو تطبيق هذا القانون، لان القانون يسمى بالقانون 04 المتعلق بتسيير الكوارث الطبيعيه والتكنولوجيه في اطار التنميه المستدامه، ولكن للاسف انه مراسيم التطبيق لهذا القانون لم تنشر، لان كما قلت لعده اسباب، والان ان شاء الله ما دام عندنا اطار عام يعني المحدد في هذا القانون، لابد ان نمضي قدما لكي نتدارك كل هذه النقائص، وخاصه في ادخال المفهوم الجديد اللي هو يكمن في تسيير خطر الكارثة وليس بتسيير الكارثة في حد ذاتها. في مختنج البلان أورساك في كل ولاية يحدد في البلان أورساك هناك كل مخاطر المتعلقة بالولاية، مثلا ولاية ما لا يقع فيها زلزال، في ولاية أخرى ربما الفيضان لا يقع فيها. إذن كل ولاية لها مخطط النجدة، وفي مخطط النجدة تحدد كل المخاطر الممكن أن تقع في هذه الولاية، وهناك إجراءات التدخل في إثر وقوع الكارثة. فيما يخص الفيضانات، لقد تم في 18 نوفمبر الماضي يعني يوم الأربعاء في مجلس الحكومه
تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للحد من كوارث الفيضانات. هذه الاستراتيجية تحدد يعني الولايات والمناطق المعرضة لخطر الفيضان وكيفية مجابهة هذه الفيضانات كما قلت بالأعمال القبلية التي تخص الوقاية والأعمال التنبؤية. الأرضية الرقمية كما قلت يعني زيادة على هذا المهام، نحن عندنا مهمة كما قلت متابعة الخسائر الناجمة عن الكوارث المخاطر الكبرى عبر منصة رقمية اللي هي متصلة بجميع الولايات، وفي كل ولاية هناك مسؤول ليقوم بإدخال معلومات.